أعمال فنية متحركة وبعيدة عن التقليد، تمزج ما بين التكنولوجيا والفن الحديث. هذا هو معرض كينيتيكا في دورته السادسة في شرق لندن. هنا أعمال فنية تشمل محركات وأدوات مغناطيسية بأشكال وألوان متحركة. أعمالنا الفنية تتجاوز حدود الفنون لتصل إلى العلوم والفيزياء والرياضيات وتتماشى مع الأجهزة والأنظمة الذكية. الفن المتحرك يستخدم كل أنواع التكنولوجيا الحديثة إلى جانب إبداعات الفنانين، ويعود تاريخه إلى العشرينيات، علماً أنه بدأ ينتشر حول العالم في الخمسينيات، وهذه القطعة الفنية تعود إلى تلك الحقبة التاريخية. هو فن غير تقليدي. عندما تزور متحفاً فنياً تذهب لتختبر مشاعر معينة، فترى مشاعر الفنان تتفجر على لوحته. هنا لا تختبر هذه الأمور، لكنك ترى مستقبل العالم الفني وإلى أين سيتجه خلال الأعوام المقبلة. هذا المزيج بين الفن الحديث والتكنولوجيا والتأثيرات الخاصة يعطي فرصة أمام الفنانين المبدعين لإظهار ابتكارات أطلقت فناً بريطانياً محلياً إلى ساحة عالمية خلال أعوام.